اولا نحن جد سعداء ومسرورون بحضورنا في هذا اللقاء لينضم رفاقنا بتارودانس ديال منظمه طلائع اطفال المغرب بمناسبه الذكرى الاولى لتاسيس فرع ديال المنظمه بتارودانس والذكرى 29 لتاسيس منظمه طلائع اطفال المغرب. منظمه تاسست سنه 1984 يوم 25 مارس، مناسبة استحضرنا فيها كل خطوات ومراحل الأصوات التي قطعتها طيلة هذه السنوات الكثيرة. نوهنا أيضا بالعمل والمجهود الكبير والجبار اللي كيقوموا به رفيقاتنا ورفاقنا بتارودانس، ومتمنياتنا لهم بمسيرة موفقة إن شاء الله من أجل الدفاع عن حقوق الطفلات والأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الحيف والحرماني والإهمالي والاستغلال.